أنا ما معي 1600 فقط. أنا الحمد لله ما شريت ولا كنت أتورط. عمره أسمع الكلام هذا. لا الآن ممكن تسمع الكلام هذا. وش بتسوي لو قالوا لك تدفع مبلغ إضافي عشان تزيد مدة الضمان؟ بالتعاون مع مكتبة جرير حبينا نعرف الناس بأهمية معرفة سياسة الضمان للأجهزة الإلكترونية عبر تجربة بسيطة، وبمساعدة ممثلينا غيرنا معهم القوانين عشان نعرف وعي المستهلكين. وبعد ما صرنا جاهزين انتظرنا أول المستهلكين عشان نختبر مدى وعيهم. هذا طال عمرك ترى الضمان عليه 7 شهور بس. 7 شهور بس. في عندنا طبعا واحد ثاني ب 2500 عليه سنة كاملة. عليه سنة كاملة. أي. انت عارف ان الهواوي بدون ضمان. بدون ضمان تبعنا. جهاز الان عليه ضمان سنة. بس في حالة رفعت قيمة الجهاز 5% تقريبا بنعطيك ضمان سنة. أستاذي معليش بس هو الجهاز معروف إن كل قطعة إلكترونية عليها ضمان سنتين. طبعا هذا الجهاز ضمانه عندنا حنا شهر واحد. عمره أسمع الكلام هذا. لا الآن ممكن تسمع الكلام هذا. أحسب له 10% 10% إيه. لا تعتمد بس شيك له. طيب شيك له بس يا رجال الفلوس تجي وتروح يعني ترى ما في شيء. والله ما هي راس خبر يعني. أحنا نشوف. عادي. يضيف عليها 5% تطلع كلها 20 ريال 20 ريال. هو مو على المبلغ، هو على النظام يعني سواء برا او هنا. شوف انا لما اشتري من اي محل ممكن عنده نظام، لكن مهما راح مهما جاء عند وزاره التجاره فيعطي سنتين. حبينا نغير المشهد شوي، والممثل الثاني قام بدور المستهلك اللي عنده مشكله عشان نشوف اذا في احد بيتفاعل معه ولا لا. غريب ليش يعني شهور عاد سنتين المفروض يعني انه يكون سنتين يعني الضمان بالعاديه كلهم يعطون سنتين. اللي يقول لك نظام سنتين وكذا هذا كلام فاضي ترى، ما عليه ما فيها، ما قد سمعنا انا سنتين دي. يعني ما انصحني اخذ. لا لا انصحك تاخذه اي بس انا اخذ ضمان لو صار في شيء ولا شيء. اي لان كل الشركات تعطي سنتين ترى. يعني اقدر اختمك في موضوع واحد، ممكن تدفع زياده على سعر الجهاز ونعطيك ضمان. لا يا عزيزي هذا ما عليه. جيت كلمت الشباب هنا قالوا عند عبد الله، فما ادري كيف ما عليه ضمان يعني. ليش ما عليه ضمان؟ ما عليه ضمان عزيزي لان هذا مستورد، لان نفس موضوع الجهاز اللي بياخذ الاخر ما عليه ضمان برضو. هذا الجهاز الاخر ايه لانه مستورد. انا الحمد لله ما شريته ولا كنت بتورط. والضمان ما يشمل الجهاز؟ ما يضمن. ممكن اصلحه طبعا تدفع حق الاصلاح. خلي على جنب لا يصير هذا يفوت. بكلم الوالد لانه الجهاز مو لي، هذا للوالد. جهاز الوالد اول شيء تاكد من الوالد. هذا لانه سفري. تاكد من الوالد عشان اذا كانت تحتاج. ايش قال الوالد؟ بدفع 3600 وافتح القهوة مضروب كذا. ابوي ما يتفاهم انه يقول انه هو شركته زينه وهذا، يقول اي شيء خراب. وصراحه صحيح اي شيء ممكن تفتح له خربان، فانت اعطيني اياه ضمان اخذه منك الحين. ما معي 1600 انا ما معي 1600 فقط. ما معي 1600 ما معي زياده ولا شيء. ايش خلاص صار هنا اخذناه عاد اخذنا خلصنا عاد. انا 10 ريال ما ادفع زياده على ليش علشان ازيد الضمان. لا هو وبعد هذه التجربه جاء دورنا عشان نعطي المستهلكين المعلومة الصحيحة. السلام عليكم، كيف حالك؟ معك أحمد الشايع من وزارة التجارة والصناعة. اللي صار هذا كله مصور بالكاميرات، وهذا تعاون بين الوزارة وبين مكتبة جرير، الهدف منه قياس مدى وعي المستهلك. وحب هذيك هذا الدرع للمستهلك الواعي. هذه قسائم مقدمة من مكتبة جرير، وهذه بروشورات توعية. الضمان لا يقل عن سنتين، لازم تعرف هذا الشيء عن أي جهاز إلكتروني. مستهلك واعي، شكرا لك، يعطيك العافية. كل اللي شفتوه قبل هو مخالف لسياسة الضمان، ومن حق أي مستهلك المطالبة بالضمان عند شراء أي جهاز مع مدة لا تقل عن سنتين من وقت الشراء وبدون أي مبالغ إضافية. اعرف حقك
وخلك مستهلك واعي.